الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومواله. الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم، وطبتم وتبوأتم من الجنة مقعدا. نسأل الله تبارك وتعالى كما جمعنا وإياكم في مثل هذه المجالس أن نجتمع وإياكم عنده في مقعد صدق عند مليك مقتدر. لا أريد أن أطيل في الكلام، ولكن ما قيل هو حال هذا الشعب الطيب المسكين. من المصائب التي تحل علينا ومن الأمور التي نتكلم عنها مرارا وتكرارا معالجة قضية أساسية على كل مسلم أن يتقلب في فراشه ليلا ونهارا وأن يراجع هذه المسألة، لأنها مسألة مهمة للغاية. يا إخواننا، الزول يوم القيامة لو مشى ووقف بين يدي الله عز وجل ما بيجي معاه البرعي، ولا بيجي معاه المكاشفي، ولا بيجي معاه واحد من مشايخ الطرق الصوفية المعلقين رايات الليلة. الكلام ده عندنا واضح أصلا، ما فيه مزايدة، ولا ندعو أي إنسان لأنه يزايد في هذا الكلام. الوقوف عند الله عز وجل، الواحد بيقف براو، أي زول كده برواقة يقف مع نفسه، أنا والله ماشي لي الله. ديل نحن طبعا مسميننا الشباب المشاكسين أو الشباب المعاكسين، أو المهم زي ما قال لكم أخونا الشيخ محي الدين، الشباب ديل بالذات ديل نحن شغالين. داك واحد بهناك كان عمنا هسي شغال، تمام، في ناس تاني شغالين أضل من ده، كل الناس دي شغالة. بيقولوا لك الله قال، الرسول قال، انت دورك شنو؟ زي ما قال الشيخ محي الدين، الناس تنتبه للآية دي لأنها مهمة. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، نهى النفس دي جملة مفيدة جدا، نهى نفسه عن الغي، نهى نفسه عن اتباع أي ناعق. مش أي زول مسك لي ميكروفون وجا تكلم والله قال والرسول قال ونفخك، وفي ناس بيبكوك بدموعك وانت ما جايب خبر، ما عارف حاجة، والله تبكي بدموعك تسمعه، والله تقول الشيخ ده منه كفى، يبكيك بدموعك وانت أصلا ما جايب خبر. انت أقف مع نفسك، التوحيد ده انت منه وين؟ في حاجة اسمها التوحيد بتعرفها؟ أخواننا، النبي صلى الله عليه وسلم لما مكث في مكة الفترة الأولى الطويلة، الحورب وعزب وقوتل فيها وشرد وطرد ووضع له سل الجزور في ظهره عليه الصلاة والسلام، الفترة دي كانت فترة بتاع تعليم الناس التوحيد اللي هي لا إله إلا الله محمد رسول الله. هسا أي واحد مننا، بل حتى أطفالنا الصغار، أي زول يسألوه أركان الإسلام شنو؟ أي زول حيبدأ يقول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ده الأساس. الأساس ده لو ما كان ده كنه حجر، أنا زول مقاول، لو ما كان ده كنه حجر وعاملين للحجر بيم والبيم سيخ ومتين وبعد ذاك تطلع لفوق حسب التدرجات، الكلام ده لقدام ما بيمشي. أي زول عقيدته هشة توحيد وتعبان ما يقدر يستمر وما يقدر يسمع كلام. طوال الناس الزيدل بتحولوا للنقطة الثانية، يا أخي والله المسائل الخلافية دي حقهم خليها بجنب، لا ما خلافية، ده الأساس، هنا نتفق أول. بعد ما اتفقنا في الكلام ده، المسائل الخلافية الثانية في عبادة، في حديث الناس اختلفوا فيه، في مسألة قد يجوز فيها أصلا الاختلاف ذاته، لكن ده أصلا ما بجوز فيها الاختلاف، أنا مسلم وإنت مسلم. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. لا إله إلا الله، لا تدعو غير الله تعالى. لا إله إلا الله، لا تستعين ولا تستغيث بغير الله تعالى. عجبتني كلمة أخونا الشيخ أبو بكر جزاه الله خير في تعقيب بعد الجمعة، قال سمعت لكم بحلقة اتعملت على ظهر حمار، دي جديدة يمكن، حلقة على ظهر حمار، ابن عباس رضي النبي صلى الله عليه وسلم قال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. تاني في شنو؟ ابقى القضية المسارة واللي الناس بتدغدغ فيها عواطف المسلمين
نحن كومنا بجاي صوفية، نحن كومنا بجاي أخوان مسلمين، نحن كومنا بجاي أنصار سنة، كنا والحمد لله تبنى إلى الله عز وجل من الحزبية ومن المروق من الدين. ما دارين نتحول أبدا لا لتكفيريين لا لسرورية، لا دارين ندعو الناس إلى توحيد الله عز وجل. والشفافية في هذه الدعوة هي التي سوف تصير هذا الشعب السوداني بإذن الله كتلة واحدة، كتلة واحدة، لكن شنو؟ على أساس متين. صوفي أقعد في وطاط الله دي؟ نحن بنقول لك الله قال والرسول قال، طلعنا كالضابين، قول الكلام ده ما في، أعدم الكلام ده تماما. في واحد دجال محمد المنتصر اللي زيرك بيكذبنا وبيقول الناس زي كالضابين والكلام ده ما في، ويضيف ويحذف وشغال على كيفه. أخونا أبو بكر ده عمل فيه كتاب الدفاع عن ابن تيمية، الناس تراجعوا وتقرأوا وتحرص عليه. الزول ده كذاب، قدر ما نقبضه نحاول عشان نلاقيه ونجيبه مناظرة الناس تقعد معه بيشرد، لكن المجال مفتوح له، مفتوح لباطل، مفتوح لدعاة تضليل يضللوا الناس على المساحات الإعلامية الواسعة جدا. لكن بفضل الله تبارك وتعالى وبتوفيق الله عز وجل هذه الدعوة المباركة سوف تستمر، لأنه يا أخواننا استمراريتها ما قروش. أو شايفين الناس اللي عندهم القروش راقدين، صح ولا ما صح؟ ما في داعي أفصل. الناس اللي عندهم القروش باسم الدعوة راقدين، الناس الدايرين يرطبوا ويركبوا عربات ويعملوا الدايرين باسم الدعوة برضو كذلك راقدين. نحن دايرين نكون قبوش كده، نجي حلقة بشيرينج، نطلع نمشي محاضرة في محل من المحلات بشيرينج، نعمل أي ميكروفون ده أتكسر ولا خرب برضو بشيرينج. والدعوة ماشى، الدعوة دي فيها حاجتين أساسيات: تخلص لله تبارك وتعالى، تعلن للناس إعلان واضح توحيد الله عز وجل كما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده وسلف هذه الأمة الذين قاموا بواجب الدعوة إلى الله عز وجل. كده بتمشي، غير كده والله لا نكذب على نفسنا ولا نلف وندور ولا نعمل ترضيات ولا نعمل تسويات أبدا. أي زول دار يندرج في معارك التوحيد وساحات التوحيد الباب مفتوح له، ويدنا بيضاء والله نتحالف مع أي زول. عندك دقن ما عندك دقن تجي تقول للناس الله قال والرسول قال وتوحيد، وتعلم الناس العقيدة الصحيحة، نحن معاك قلبا وقالبا. لكن تلف وتدور، الزول اللي بيلف وتدور ده بالذات باسم الدين أنا شخصيا بنزعج منه والله الذي لا إله غيره. لو وجدنا فيه فرصة مش كلام نكلمه نعمل فيه الدايرينه. ما تكذب باسم الدين في شنو؟ ليه تقيف قدام الناس وتكذب باسم الدين وتخدع الناس باسم الدين ويسموك انت رجل دين ويسموك انت العالم الزاهد والعلامة فلان؟ يا أخي دي خلاها بعيد. في ناس شغالين بيدجلوا بحاجات تانية، في صوفية شغالين بأمور تانية أصلا دين ده ما عندهم بيو شغلة، بيجي بقول لك يا أخي بتنزيل، بيجي بغش النسوان، أنا بديجنة وأنا بعمل وبسوي وبيخش لي في جحور هو بيعرفها براو. ديل ناس معروفين واضحين، لكن لا الزينة ده اللابس قصير وعامل له دقن وعلامة الصلاة وفات للعمة وجاد على العزبة، الزول الزي ده بيجي بكذب باسم الدين، ده زولنا نحن ذاته. نتحداه قدام الناس ونصغره قدام الناس ونفضحه قدام الناس، لأنه دي مهمة خطيرة. وأنا آخذ بأيدي الإخوان جميعا بدءا من الأخ مزمل والأخ أبو بكر وشهاب ربنا يحفظهم على طاعته، وكل الشباب الذين يقومون على هذه الحلقات أصلا ما تحاول تقدم أي تنازل حتى مع نفسك ذاته. زول فينا يقدم تنازل ماف، لأنه المسألة دي ما بتمشي يا أخواننا. في ناس بتغيظهم مسألة إنه يقول لك يا أخي دي سفينة نوح البركب معانا بينجو، والله الكلمة دي أنا عاجباني مما الله وراني الالتزام والعقيدة الصحيحة، عاجباني جدا وبفتخر بها. الدعوة دي شايفينها دي يا هذا سفينة نوح، مش نوح قال لي ابنه تعال يا بني يركب معانا وولده اختار إنه ما يركب وغيره والطوفان شاله. الدعوة السلفية الصحيحة المقائمة على المنهج الصحيح على ما قال الله وقال رسول الله وما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما كانوا عليه دي هزات سفينة نوح. الكلام ده في ناس بيحرقون، واحد قال لي يا أخي إن شاء الله السفينة تشرت وتتقدى، تشرت السفينة وتتقدى، لكن بيجوا ناس. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم نبوءته بتتحقق أمام أعين الناس. في هذا الدين الناس يفرطوا، الناس يبدلوا، الناس يغيروا، لكن كل ما يتغير الناس ويغيروا دواخلهم يأتي خلف يخلف هؤلاء الناس فيحمل الراية بيضاء نقية ناصعة قوية يعلنها للناس واضحة. اللي بيوقفنا وبصبرنا على إنه لازم نقدم هذه الدعوة بهذه الطريقة إنه شايفين الناس والله إقبال على الدين كثير الحمد لله، زي ما في شرك وأتباع للشرك وفي بدع وأتباع متبعين للبدع،
الحمد لله وبفضل الله تبارك وتعالى هذه الدعوات وهذه الحلقات التي تقدم في الأسواق وفي المساجد، الدروس التي تقام لها أتباع ولها محبين ولها متابعين من داخل السودان ومن خارج السودان. فهذا هو الأمر المثمر والخلاصة الناجحة جدا التي يسير عليها الإنسان إلى ربه عز وجل. ما بتمشي براك، كان نحن المتكلمين المتحدثين، كان الناس المستمعين، كان الناس المتابعين، أي زول بيمشي بجيب بنفسه أمام الله عز وجل يسأل عن هذه العقيدة، يسأل عن هذا التوحيد، يسأل عن اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الفيصل بيننا وبين الواقع المرير الذي نعيشه، ده الفيصل بيننا وبين الواقع المرير. عشان كده نحن تغيير الواقع ده داير له طول نفس وداير له صبر، لكن على الأساس الصحيح، على الأساس المتين، وهو أساس التوحيد، وهو أساس الإخلاص لله عز وجل، والثبات الثبات 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 على الحق. مهما عصفت العواصف ومهما قامت الأمواج ومهما كثر الأعداء وتكالبوا من الداخل ومن الخارج، الناس لابد أن تثبت. ثبتت على التوحيد الناس بتثبت معاك، ميلت الناس بتميل معاك، لأنه دائما الداعي اللي بتقدم في التوحيد هو بكون ركازة الناس. الناس بيقدموك قدام ما تنفنس ولا يجي فيك نفس، لازم تكون قوي وتكون متين، تقدم للناس الحق وتبين للناس الحق وتشرح للناس دين الله تبارك وتعالى بالطريقة الصحيحة. لا أريد أن أطيل وأفتح الفرصة لأخونا فارس، تفضل.